تحت رعاية برلمان شباب الزاوية الحمراء، أقيمت مبادرة الزاوية الحمراء ضد الإرهاب، وهي مبادرة لتوعية الطلائع والشباب في الأحياء بمخاطر الإرهاب، بمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات وحضور بعض المسؤولين. من خلال المبادرة يتم تنفيذ ورش عمل يشارك فيها الشباب والفتيات لمناقشة أسباب الإرهاب والفكر المتطرف وكيفية التعامل مع تلك الأسباب من منظور ديني وسياسي واجتماعي واقتصادي ونفسي، وتوضيح المشروعات التنموية التي تقوم بها القيادة السياسية على مستوى الدولة من أجل زرع الأمل في نفوس الشباب، بالإضافة إلى دور الأسرة المصرية وكيفية مساعدتها في قيامها بدورها التربوي. هذا النشاط الواضح والمحمود لشباب الزاوية الحمراء يهدف لتوعية الأجيال الصغيرة والشباب بخطورة الإرهاب والفكر المتطرف، ويدعو الشباب للنظر بعقلانية وتدبر لكل ما يحاك ضد مصر من مؤامرات، ومناشدة هؤلاء الشباب للتصدي بكل حزم وقوة للإرهاب وأعوانه، والوقوف في خندق واحد مع الجيش والشرطة المصرية في دفاعهم عن مصر والمصريين. شباب مصر جميل، بيحب مصر وعايز يعمل حاجه، يبقى ليه دور في محاربه الارهاب. فكر في فكره جميله جدا، عملوا مبادره اسمها مبادره الزاويه الحمراء ضد الارهاب. برلمان الزاويه الحمراء عمل المبادره دي، مجموعه من الشباب زي الورد مصريين حاسوا انه لازم يبقى ليهم دور. هنتعرف عليهم وهنعرف هم عملوا المبادره دي ليه وازاي وابتدت امتى وعلى ارض الواقع ايه اللي حصل معاهم. خلونا نبتدي، بس بما اننا بنقول ليديز فيرست، خلونا نقول نبتدي بمدام استاذه سوزان مصطفى رئيس لجنه العلاقات الخارجيه بالبرلمان منطقه الزاويه الحمراء. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ورئيس البرلمان استاذ محمد محمود سيد، اهلا بيك منورنا. والحكايه كلها بقى مع عمر هشام رئيس لجنه التعليم والبحث العلمي، هنتكلم في النقطه دي كتير جدا لان احنا محتاجين شغل جامد جدا في التعليم والبحث العلمي. صباح الخير منورنا. اهلا بيكم معانا دايما. وهبدا مع رئيس البرلمان، الفكره جت ازاي؟ حضرتك مؤسس المبادره وانت اللي كان ليك اسهام في انها تظهر للنور، يعني عملت ايه وليه؟ بعد الاحداث المؤسفه اللي حصلت في مسجد الروضه حبينا نعمل حاجه بجد، اللي احنا مثلا نكون كشباب اللي احنا كلنا دور بجد، اللي احنا نوعي طلاب بمخاطر الارهاب، ده اللي احنا كافح ارهاب وكلنا دور بجد، اللي احنا نوعي الناس البسيطه اللي هي في البيوت ده برضو مكافحة الإرهاب. احنا ابتدينا بفكرة، عملنا مؤتمر اسمه الزاوية الحمراء ضد الإرهاب. المؤتمر ده كان حاضر فيه نائب المحافظ، حاضر فيه نائب مدير الأمن، حاضر فيه النائب قابل العمدة، وحاضر فيه الأستاذ كوثر أستاذ من دورة الإدارة التعليمية. طلعنا بعدة توصيات من المؤتمر ده، أبرز التوصيات دي اللي احنا هنفعل البرلمان المدرسي جوه المدارس، وهنبتدي ندوات وورش عمل على معرفة أسباب الإرهاب الحقيقية جوه المدارس، وهنبتدي في المدارس الابتدائية اللي احنا نعمل سكتشات صغيرة عن مكافحة الإرهاب وعن مخاطر الإرهاب، وأفلام قصيرة جوه المدارس الإعدادي اللي احنا هنبتدي نشتغل بخطة ممنهجة جوه المدارس اللي هنعرف مخاطر الإرهاب بجد، وإزاي ما الشباب اللي لسه طالعين إزاي يبعدوا عن الإرهاب، وإزاي يعرفوا بجد إن الدولة المصرية ودعم الدولة المصرية. تمام. ده هيبدأ بقى في الترم الثاني؟ الترم الثاني طبعا. إن شاء الله. بإذن الله. سوزان، أنت رئيس العلاقات الخارجية، دورك إيه بالظبط؟ بتعملي إيه؟ هو انا حاليا المفروض في برلمان الزاويه، انا مش شغاله بس في اللجنه بتاعتي، بالعكس احنا كلنا بنشتغل سوا. مفيش حاجه اسمها يا عمر مثلا رئيس لجنه التعليم، لا هو مش شغال في اللجنه بتاعته بس، لا احنا كلنا بنشتغل كلكم على بعض. احنا بنحط هدف معين كلنا بنحاول نشتغل عشان ننجح الهدف ده ونوصل ليه، بس فمفيش حد بيشتغل لوحده، حتى لو هيشتغل في اللجنه بتاعته باقي اللي جنبه بتساعده في نفس الشغل. انما دورك الاساسي ايه يعني في اللجنه الخارجيه بتاعتك؟ انما دوري الاساسي ان انا المفروض ان اشوف العلاقات الخارجيه مع الناس وكده، في احاول اضبط ال بتاع ده مثلا
المفروض ان انا علاقات البرلمان الداخلي بالعلاقات الناحيه اللي بره، زي public relation مثلا كده، علاقات عامه. العلاقات الخارجيه زي اللجنه الحقيقيه اللي جوه مجلس النواب. تمام. يعني احنا دورنا اصلا اللي احنا نموذج محاكاه لمجلس النواب جوه مراكز الشباب، ده مشروع عامل وزاره الشباب والرياضه اللي بيكون فيه اربع هيئه مكتب، رئيس برلمان، وكيل اول، وكيل ثاني، وامينسر، ويكون في 16 لجنه، 16 لجنه جوه نفس الجامعه مجلس النواب. طيب بالنسبه بيا للجنه التعليم والبحث العلمي، دورك اكيد مهم، لان احنا بنتكلم ونقول ان التعليم اهم حاجه، يعني التعليم هناخد اجيال قادمه باذن الله قادره على التغيير، فاعتقد يعني ليكوا رؤيه مختلفه ولا ايه؟ طبعا التعليم شيء مهم جدا بالنسبه لاي حد، فاحنا في لجنه التعليم والبحث العلمي بنحاول دايما نلاقي حلول للمشاكل اللي بتواجه التعليم في المنطقه بتاعتنا او على مستوى المحافظه. فابتدينا ان احنا نغير فكر شويه، ان هو ايه كل برلمان بيطلع اللي هو مشكله الفصول او التخت او التخت او الكلام ده، كل دي مشاكل تقليديه، ليه احنا ما نوعيش الطلبه ونخليهم ان هم يمارسوا العمل السياسي من هم شباب صغيره، ان هو يبقى فاهم وواعي هو بيعمل ايه، بعد كده لما يكبر يقدر يمارس بعد كده حياته. يعني تثقيف سياسي من المدرسه. تمام. من بدايه يعني من هم اطفال صغيرين جوه المدرسه. طيب هرجع معاك يا محمد، واعتقد انها فكره عظيمه جدا، لانه من خلالها انت بتستوعب شباب بيشتغلوا معاك وبيدخلوا معاك في العمليه السياسيه وبيحاولوا ان هم يغيروا في المحيط اللي هم فيه. انت بتقول عندك 16 لجنه ورئيس البرلمان؟ لا، عندنا 16 لجنه، 19 واربع هيئات مكتب، رئيس برلمان، وكيل اول، وكيل ثاني، وامين سري. طيب استقبال الناس للفكره، يعني انتوا شغالين مع بعض، انا عارفه كلكم مقتنعين بالفكره، لكن واقعها على اهالي الزاويه الحمراء والمحيط اللي انتوا موجودين فيه. يعني اهل الزاويه الحمراء ناس بسيطه جدا، فاكيد اي فكره او اي شيء بيطرى عليهم بيكون فيه ترحيب واسع، ان هم متاكدين 100% ان اهل الزاويه نفسهم لما يطلقوا مبادره مش هيكون فيها اي ضرر او اي شر عليهم. طبعا اكيد. فكده كان استقبال طيب واستقبال جميل، لان احنا يعني مش بنعمل حاجه مضره او بنعمل حاجه مثلا اللي احنا بنقول حاجه غلط. لا يعني هم فهموا الفكره اللي انت عايز تعملها. لا استقبلوها، يعني احنا يعني اول مؤتمر شبابي لمحاربه الارهاب في جمهوريه مصر العربيه كلها. طب فده كان شيء يعني كويس جدا. فلا كان استقبال واسع جدا، وكان في تفاعل معانا جدا من الاهالي، حتى كان فيها هاشتاج الزاويه الحمراء ضد الارهاب، الهاشتاج ده كان ترايدنج عالي جدا يعني. ايوه. الافكار اللي اتطرحت من خلال المؤتمر لمكافحه الارهاب كانت ايه؟ اللي احنا نفعل البرلمان المدرسي جوه المدارس، اللي احنا نبتدي ندوات جوه المدارس، اللي احنا نبتدي بعمل فلاير عشان خاطر نوعي الاهالي الدايره بمخاطر الارهاب واسباب الارهاب الحقيقيه، اللي احنا هنعمل ورش عمل الفتره الجايه باذن الله عشان نعرف اسباب الارهاب الحقيقيه، ايه اللي بيولد الارهاب؟ ايه اللي بيخلي الارهابي ده مثلا ينضم للجماعات المتطرفه؟ ايه البيئه اللي حواليه بسبب كده؟ يعني ايه اللي بتعتمدوا عليه في توعيه الناس؟ يعني اكيد في انتوا حاطين خطه معينه. ماتيريال اعلامي مثلا، اللي هي الماتيريال الاعلامي، الهاشتاج مثلا، وننزل فلاير، نزل بوست مثلا على الفيسبوك، اللي احنا نبتدي ننزل على الناس في الشارع نتكلم معاهم، الدوائر المحيطه ليها مثلا سوزان في كليه زراعه في جامعه القاهره، فتبتدي البيئه اللي حواليها تتكلم معاها وتقول لهم الارهاب، مخاطر الارهاب، عمر برضو في ادب تاريخ فيبتدي يتكلم مع الناس، انا برضو على البيئه اللي حواليها بفضل اتكلم معاهم، عندي في الدايره بفضل اقول لهم ايه الارهاب كده. سوزان، انتوا شايفين من خلال فكرتكم والمجهود اللي انتوا بتعملوه تقدروا تغيروا فعلا الفكر بتاع الناس اللي حواليكم؟ هنا هقول حاجه، واحنا دايما لما بيحصل اي حاجه ارهابيه او كده احنا بنبدا ننزل بوستات ونبدا نغير صوره البروفايل والكفر والكلام ده، وبعدين نفضل نقول ما احنا مش بايدينا حاجه نعملها، فده اللي دي اكتر حاجه ممكن، ابسط حاجه ممكن نعملها. فاحنا فكرنا ان احنا نعمل ايه عشان ما نبقاش بس شويه كلام على الفيسبوك او كده، فقلنا ان احنا هنعمل المؤتمر ده، فبكده احنا مش بس اتكلمنا وعملنا شو بس على السوشيال ميديا والكلام ده، لا بس احنا دلوقتي بدانا ان احنا نتحرك. هو الارهابي ده، طب هو الارهابي ده اكيد ما حدش قال له تعالى احنا هخليك ارهابي هشغلك ارهابي، لا هو انا حد بيستكتبه بيشتغل على عقله وفكره عشان يخليه ارهابي، هو ممكن يكون مش واعي اصلا ان هو كده. فاحنا المؤتمر كان هدفه ان احنا نوعيك ان انت اصلا تبقى عارف ايه فكر الارهاب او ايه كده، ان انت ممكن اصلا حد يستكتبك من غير ما تاخد بالك. فشايفه ان احنا كده بدانا ان احنا نتحرك خطوه ايجابيه، مش بس مجرد ان هو شويه كلام وخلاص. حلو قوي النقطه دي عمر، يعني ان انتوا خدتوا القرار وان انتوا تنزلوا وتشتغلوا على ارض الواقع،
أهمية حركة زي دي، يعني مش كل الناس تقعد على الفيسبوك تقعد تدين وتشجب وتزعل وتحط إشارة سودة شوية وتزعل بعد كده خلاص ننسى، واحد يخش يسخر من حاجة كله يجري وراه الناحية التانية وانتهى الموضوع. أنت نزلت على أرض الواقع وقابلت ناس وكلمتهم وحاولت إنك تغير، أهمية الحركة دي، عايز الشباب كلها أنتوا قدوة للشباب، عايز الشباب تقلد. والله هي كانت حركة مفيدة جدا وتجربة جميلة بصراحة، كلنا استفدنا منها، وبالنسبة للأهالي والطلاب اللي حضروا المؤتمر دون، إن إحنا مش مجرد إن إحنا بنتكلم وخلاص، لا إحنا بننفذ، بنوعيك أكتر إيه هو الإرهاب بالنسبة داخليا أو خارجيا، إن كان الإرهاب الداخلي مشكلة، لا الإرهاب الخارجي برضو اللي هو مسيطر على الدولة أو الكلام دون ده كله مشكلة لي. طب محمد، هل في استجابة كمان من المسؤولين مع الفكرة اللي انت اطلقتها؟ طبعا، يعني لما نائب محافظ القاهرة يحضر المؤتمر ونائب مدير الامن ومأمور اسم الزاوية ورئيس حي الزاوية الحمراء الاستاذ محمد انيس وعضو لجنة دفاع الامن القومي الاستاذ ايهاب العمدة نائب الدايرة والاستاذ كوثر الشافعي من دور الادارة التعليمية، ده يعني شيء يبقى يحسب كمان. وكمان المكتبة اللي رحبت جدا، مكتبة مصر العامة اللي هي مكتبة الزاوية رحبت جدا المؤتمر اللي اتعمل عندها، يعني حسيت في تشجيع بجد. جميل، عظيم. طيب انا متاكده ان في ناس كتيره وشباب كتير زيك في مناطق مختلفه في مصر، ودي نقطه مهمه ان كل منطقه تبدا تجمع شبابها واهلها ويبداوا ينشروا الفكر التوعوي في المجتمع. فانا متاكده ان في ناس كتيره ممكن تبقى يعني الفكره دي حافز بالنسبه لهم وان يمشوا على نفس الطريق اللي انت ابتديته. بدايه الخطوات كانت ازاي؟ يعني رتب لنا جدول تنفيذي علشان ناس تانية تقتدي بالفكرة. تمام. اللي انت ابتديتها. تمام. الفكرة بعد احداث مسجد الروضة طبعا، يعني اللي حصلت في سينا بير العبد، قعدنا نفكر في البرلمان عندنا ممكن نعمل ايه، ممكن نعمل ايه. لا، الخطوات التنفيذية بقى. يعني واحد اتنين تلاتة، انت حاطط دلوقتي الخطة بقى. اول حاجة علشان اللي بيشوف ممكن يستصعب. تمام. يقول لك انا نفسي بس لسه اروح للمسؤولين وحد فيهم هيبصلي يعني، وحد فيهم هيسمعني وهكذا. اول حاجة كان معايا رقم النائب ايهاب العمدة، هو عضو لجنة الدفاع والامن القومي، فكان في مختص في الموضوع شوية، فكلمت النائب رب ارحب جدا. بعد كده رحت مكلم رئيس الحي، رحب جدا، وابتدى النائب يكلم نائب المحافظ ويكلم المأمور ويكلم نائب مدير الامن، وابتدينا احنا التنفيذ الفعلي، وابتدينا نحدد ميعاد المؤتمر، وابتدينا نعمل برنامج المؤتمر، وابتدينا ان احنا ندعي اهل الدايره، كان في اقبال كبير جدا على المؤتمر، وابتدينا ان احنا نطرح رؤيته. ده يقول انه الساده المسؤولين والتنفيذيين عندهم تواصل اكبر مع الجمهور دلوقتي، لانه كانت شكوى زمان انه هم برج عالي يعني مش حاسين بالناس. لا طبعا، يعني في يعني ممكن انا عشان عرفت اوصل للمسؤولين دي تحسب لي، لكن اكيد طبعا في مصر كلها ناس كتير مش عارف توصل للمسؤولين. اكيد في ناس عندهم مشاكل كتير جدا 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 مش عارفين يوصلوا للمسؤولين. صحيح. دي حاجه انا ممكن مثلا يكون حاله وعرفت عشان مثلا اوصل سياده النائب وصوت الكاس وصوت الكاس، لكن لا يعني مش كل هو اللي سهل الموضوع برده شويه السوشيال ميديا، برضو هتلاقي بعض المسؤولين عندهم اكونتس على السوشيال ميديا، فبيبقى سهل انك تبعت له. طبعا بيقول لهم حاجات كتير لكن بيقرا، يعني انا اعرف ناس كتير قوي بتقرا من الحاجات أكيد. وده كويس. طب انت ما بتفكرش ان انت توسع النشاط شويه من الزاويه الحمراء، ان انا عايز اشوف في اسوان والاقصر و... اكيد طبعا اكيد اكيد، بس انا دايما ببتدي من بيتي، يعني انا بعتبر دايرتي هم اهلي وناسي واخواتي الكبار كمان، يعني انا بحب منطقتي جدا. انت عايز تاخد انتخابات؟ طبعا. يعني عايز تعمل ايه؟ عضو مجلس نواب مثلا ان شاء الله. بس يعني عندك المحليات هتبقى قريبه؟ طبعا المحليات قريبه، يعني اصلا يعني هي المحليات بنتدرب فيها علشان نوصل مبادره برلمان الشباب الزاويه الحمراء، بجهز مبادره اعداد 100 كادر محلي جوه المنطقه، هنعدي 100 كادر محلي عشان خاطر انتخابات مجلس المحلي. ده احنا شفنا كتير جدا في بعض من مرشحين المجلس المحلي اللي هم ينزلوا ويعلنوا وهم اصلا يعني يفتقدوا الثقافه شويه، يعني ايه محليات او ازاي دور المجلس المحلي. فاحنا قبل ما المحليات تحصل لازم نكون عاملين اعداد للكوادر دي، اللي احنا بنفسنا دايرتنا دايره الزاويه الحمراء تبقى نموذج يحتذى به كل مصر باذن الله. احنا طبعا بنتمنى لكم كل التوفيق، وانتم بالفعل يعني شباب يفرح ويشرف، وان شاء الله تبقى فكره يعني تنتشر وتعمم في كل المناطق في مصر والاحياء اللي موجوده في مصر، انه شبابها قادر على التغيير. ابدا بنفسك وبعدين هتلاقي استجابه، يعني زي القانون اللي بيقولوا عليه لو اوف اتراكشن او قانون الجذب الموجود في الكون، لما انت تبدا بحاجه ويبقى عندك ايمان ويقين فيها بتلاقي الدنيا كلها استجابت للفكره بتاعتك. والنموذج اهو محمد ومجموعه الزاويه الحمراء، نورتنا. انا عاوز اعلق بس اقول حاجه بس. اتفضل. احنا البرلمان عندنا بيعمل جلسه شهريه مع اعضاء مجلس النواب ورئيس الحي، بنقدم ليهم طلبات بالادوات البرلمانيه، اسئله بالادوات البرلمانيه، احاطه واستجواب واقتراح برغبه. في كل شهر بنعمل جلسه معاهم، يعني اي حد مثلا في نطاق دائره الزاويه الحمراء عاوز يسال سؤال
لاعضاء مجلس النواب او رئيس الحيه توصلوه. احنا بنعمل جلسه شهريه نجيبوا اعضاء مجلس النواب بتوعهم ويقعدوا اعضاء مجلس النواب وقيادات التمييزات جوه الحي ورئيس الحي وبنسالهم وبنقدم لهم الاسئله بطلبات الاحاطه بطلبات الاستجواب الاقتراح برغبه والسؤال بالادوات البرلمانيه. تمام عظيم، حاجه مشرفه بجد يعني. وهو كده احنا يا جماعه هنتغير كده يعني، لازم نعرف مشاكلنا وندرس ونشوف ونشوف فكر جديد مع الفكر مع الخبره الدنيا ابتدت تتغير. احنا سعداء جدا بفكركم بجد، نورتونا وشرفتونا حاجه جميله. وانا كمان مبسوطه ان هم فعلوا فكره الرقابه الشعبيه في الشارع المصري. يعني لما بيقول احنا بنجيب الاعضاء التنفيذيين واعضاء مجلس الشعب والتنفيذيين الموجود عندهم في المنطقه يقدموا لهم طلبات احاطه ويسالوهم، هي دي الرقابة الشعبية. الشارع واعي وصاحي لطلباته وبيوصلها للمسؤولين ومستني رد منهم. كان في حاجة كمان يعني نفس نفس المؤتمر اللي لما عملنا فيه المؤتمر قلنا القدس عربية، وكان في من كل الموجودين ترحيب شديد، قلنا القدس عربية قلنا القدس عربية. طيب اللي بيروق بقى انه شباب مصر يعني مش شغال، ادي شباب مصري من الزاوية الحمراء شرفونا ونورونا وعارفين دورهم وبيقوموا بيش. اهلا بيكم معانا دايما يا شباب ونورتونا في مصر. طلعينا فاصل، هنطلع فاصل ونرجع على طول نواصل اللقاء مع حضراتكم واخر فقراتنا ومصر جدا.